بمناسبة العام الدراسي الجديد وفي إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بإهداء حقائب مدرسية تشمل مستلزمات مدرسية متنوعة للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية. نشكر سيادة رئيس الجمهورية على المبادرة الجميلة اللي كل سنة بيعملها لأولادنا في المدارس واهتمامه بينا كل سنة وفي أوقات المناسبات كلها. كل مبادرة أنت معانا، من مواد غذائية، من مواد مدرسية، من كل حاجة أنت مش مخلينا بصراحة ربنا عايزين أي حاجة خالص. الضباط جولنا النهاردة في المدينة الشبابية في حي الأسمرات بيوزعونا الهدايا زي كل سنة، ودي حاجة بسطانة جدا. شكرا يا ريس وتحيا مصر. لما قرب وبعيد شكرا يا ريس، دايما نفرحنا جايبين لنا الهدايا لحد البيت. يشكر ريس وضباط كل خير على كل حاجة بيعملها. مصر عليها العين وولادها الغاليين من يومهم واقفين. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية قامت بتجهيز وإهداء هذه الحقائب للأطفال بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، وسط إشادة كبيرة من الأطفال وأولياء الأمور بهذه المبادرة الاجتماعية التي تعبر عن حرص الوزارة على تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي. بحب أشكر الرئيس على الهدايا اللي بتفرح الأطفال دي كل سنة، واحنا بنشكره برضو ان هو فاكرنا باستمرار مش ناسينا. شكرا للرئيس على الهدايا الجميله اللي بيقدمها لنا كل سنه، 5000 شنطه جميله دي عملت بيها اول يوم مدرسه، وشكرا لنا. دايما فاكرنا ودايما معانا هو ومش ناسينا، ودايما جايب لنا كل حاجه هنا في المدينه. وكمان عايزه اقول حاجه، انا بشكر اللي هو طلعنا من العشوائيات قبل كده، جابنا هنا في مدينة نظيفة وجاب لنا في كل حاجة نظيفة. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد، وإحنا بنحب مصر. هنا مصر اللي عشناها إدها، هنا مصر. شكراً يا رئيس جداً عشان تلشينه اللي أنت جايبها لنا ديك، إحنا كنا مستنينها. وشكراً لحضرتك اللي أنت بتجيبنا في كل مناسبات الشنط وحاجة رمضان وكل حاجة، ما تحرمش منك يا رئيس. عيالنا فرحانين بالصراحة بحاجة المدارس اهيت، ونشكر سيادة الرئيس، دايما بنستناها عشان حضرتك دايما بتبعتها ومش بتنسانا. كل سنة وحضرتك طيب، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تواصل مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية دورها في تقديم الدعم والمساندة لقاطني المناطق الحضارية الجديدة على مدار العام، انطلاقا من تعزيز روح المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل الاجتماعي. الرئيس هنا بالمحروسه بنكون فرحانين ومبسوطين وبيدينا شنط انا وكل اصحابي. بشكر الرئيس علشان كل سنه بيدينا شنط وبتبقى فيها كل الكراريس والمقالب وحاجات المدرسه. شكرا يا رئيس على الهديه الجميله دي، تحيا مصر. هنا ما بنعرفش محال. ان انت بعتني الهدية الحلوة دي. هنا مصر اللي عشناها إداها، هنا مصر. إهداء الحقائب المدرسية للأطفال بالمناطق الحضارية الجديدة جاء تأكيدا على استمرارية الدعم الذي تقدمه الوزارة لأهالي هذه المناطق لتوفير حياة كريمة لهم. ضباط جم عندنا اسكندرية ودونا الشنط ومستلزماتنا اللي احنا محتاجينها. بشكر سيادة الرئيس على كل حاجة بيعملها معانا. نشكر الرئيس على المبادرة الحلوة اللي عملها لنا دي عشان انت مدرسية لفيها كل المستلزمات. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد، وإحنا بنحب مصر. بشكر مبادرة كلنا واحد اللي هم بيدعمونا وبيستقرونا وبيبعتونا حاجتنا لحد البيت. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. شكرا لسيادة الرئيس.